Your Highness. Sahib Sumu, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Naib Rais Al Dawla, wa Rais Majlis Al Wazara, wa Hakim Dubai. أصحاب المعالي رؤساء الجلسة لهذا اللقاء في هذا الاجتماع في قمة مجالس الأجندة العالمية أصحاب السمو أصحاب المعالي أعضاء هذا المجلس مجالس الأجندة العالمية الشركاء والأعضاء الأعضاء في منتدى الاقتصاد العالمي سيداتي وسادتي أيها الأصدقاء الكرام أرحب بكم بحفاوة الترحاب في اجتماع 2012 السنوي في قمة مجالس الأجندة العالمية المنسق بالتعاون مع حكومة دبي و دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بداية أود أن أشكرك وأشكر حكومتك وكذلك شعب دولة الإمارات العربية المتحدة على حفاوة الترحاب سمو الأمير كنا دائما نأخذ الإلهام من قيادتكم على هذه في هذه المنطقة والوجهة المستقبلية التي لا تؤخرها أي نكسات إن قيادتك يستقبلها العالم كله باحترام وهي أساسية لمستقبل هذه المنطقة إن دبي وتحت قيادتكم سمو الأمير تعكس الروح الذي يجب أن تكون هي قائدنا في هذا اللقاء وفي هذا الاجتماع بحيث نتطلع إلى الأمام بانفتاح وبالتنوع وباحترام هذا التنوع وبالمسؤولية والاستجابة للتغيرات ومنذ السجل بألف مشارك من أكثر من 80 دولة يمثلون 88 تحديا عالميا ومجلسا مختلفا هذا الاجتماع أصبح أهم اجتماع لتبادل الأفكار والعصف الذهني العالمي يدمج بين الأكثر علما والأكثر خبرة في العالم وهو بمساهمتكم سمو الشيخ فباقتراب موعد عيد الاتحاد الإماراتي وبوجود هذا الحفل من المؤسسات وهذا المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أسس في عام 1971 في هذا العام دمجنا عدد من الابتكارات لزيادة على الصعيد المحلي والدولي أثر هذا الاجتماع وانعكاساته فعلى سبيل المثال تعزيز وجودنا على شبكة الإنترنت بتطبيقات مبتكرة ومبادلة المعلومات بشكل عصري وبالتالي هنالك عدد من السلاسل المتخصصة بالحوار العام بين الشباب لإطلاق مبادرة شبابية في دبي وأبوظبي وافتتاح أول قمة لقيادات مؤسسات المنطقة التي أرحب بها هنا اليوم إن التعاون عن كثب مع الأمم المتحدة لدمج ترتيبات خاصة لمجالس الأجندة العالمية في عملية متكاملة أنا هنا أفخر بهذا التمثيل عالي المستوى من ممثلي المؤسسات والشباب ووجود من تمثيل من الأمم المتحدة وأينبراي وأيضا من مبادرة الأمم المتحدة الخاصة بالتعليم العالمي والأهم من هذا كله دعوني أعلن هنا اليوم مبادرة جديدة تمكن قيادات العالم باتخاذ قرارات مبنية على المعلومة الجيدة سنبدأ هنا في دبي
جمع المعلومات من كل منكم بمساعدتكم ومن خلال تسجيل فيديو قصير، وسيجمع ليشكل مكتبة من أكثر من 1000 محاضرة قصيرة سنقدمها لأصحاب القرار العالمي للحصول على المعلومات والمنظور الاستراتيجي. وسنعرض عليكم أحد هذه الأفلام القصيرة توضيحا لهذه الفكرة. وإن نظرنا إلى مستقبل هذا العالم وفي السنوات المقبلة بالفعل سنرى العالم مختلفا عما هو عليه اليوم. وفي مجالس الأجندة العالمية أرجو منكم أن تضعوا حواراتكم في سياقات جديدة من هذا العالم المتحور. وسأذكر 3 تغييرات أساسية سياسية واقتصادية واجتماعية. أولا، سيكون علينا أن نكتشف العالم بقيادة واضحة، وأيضا تشكيل المنظمات الرسمية والتحديات الكبيرة التي تشكلها على الحكومات العالمية وإدارة الاعتماد البيني العالمي. وفي جلساتنا المسائية هذا اليوم سنركز على هذا الموضوع بالتحديد. ثانيا، سيكون علينا أن نواجه الطفرة التكنولوجية بحجم الجيجا أو التيرا والصناعات المتقدمة التي نراها في عالم التقنيات والتطبيقات ومجال النقل والاتصالات. وهذا سيؤدي إلى انتهاء عالم الوظائف التقليدية، وبالتالي سيكون علينا تجسير الفجوة الموجودة لوظائف جديدة. وسيكون هنالك نحو 4 مليون نسمة بحاجة إلى وظائف، وسيكون لديهم قلق كبير لفرص العمل. وأيضا عالم الدراسات الجينية والخلايا الجذعية، هذه الدراسات كلها ستساعدنا في التعرف على ماهيتنا وليس فقط ما نقوم به، وهذا موضوع يطرح مسألة أخلاقية كبيرة. إضافة إلى المعنى الاجتماعي والعالم الذي فيه مجتمع كوني، سنواجه تحديا في البحث على هويتنا التي يضغط عليها السرعة المتزايدة من التعقيد اعتماد البيني الكبير المتزايد الذي يؤدي إلى مزيد من التنوع. وفي مثل هذا العالم المتقدم السريع، سيكون الأفراد والدول عليهم تطوير ربما متلازمة حضارية مختلفة أو عقلية وذهنية متجددة. نحن نواجه هذا التغيير، وحيث أننا هنا اليوم هذا هو سبب وجودنا. نحن معا، نحن وأنتم كأشخاص معنيين بالمجتمع الدولي، ونبني عالم الغد ونبين هذا التغير غير المسبوق الذي يعني أيضا فرص غير مسبوقة، كما هي المدينة المضيفة لنا تشكل عرضا واضحا على هذه الحقيقة. أنا لدي الفخر والسعادة أن أقدم رؤساء هذه الجلسة، وسأدعو بداية صاحب المعالي سلطان بن زايد المنصوري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تفضل سيدي. Thank you, Professor Schwab. شكرا البروفيسور شواب. لدينا ترجمة فورية متاحة، فسوف ألقي كلمتي باللغة العربية. رجاء أن تستخدموا أجهزة الترجمة للاستماع إلى الترجمة باللغة الإنجليزية. حيم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، البروفيسور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي،
أصحاب السمو والمعالي، سيدات والسادة الحضور، يسرني أن أرحب بكم اليوم في مدينة دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وفي هذه القمة، وهي قمة الأجندة العالمية للعام 2012، والتي تعقد بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي. وإذ تعقد القمة وهي قمة الأجندة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الخامس على التوالي، فإن ذلك يعكس علاقة الشراكة المتواصلة بين المنتدى الاقتصادي العالمي ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي أثبتت دائما كفاءة متميزة في تنظيم هذا الحدث العالمي الهام. إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا نفتخر بانعقاد هذه القمة لكونها أحد المنابر العالمية الهامة التي نطمح بأن تساهم دولتنا وفق رؤية قيادتنا الحكيمة، متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي رعاه الله، بفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول والشعوب والثقافات للتوصل إلى توصيات إيجابية وعقلانية تساهم في توفير حلول عملية للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهنا عالمنا هذا اليوم. إن مشاركة ما يزيد على 1000 شخصية عالمية من المفكرين والأكاديميين وقطاع الأعمال والمسؤولين الحكوميين في أعمال هذه القمة من خلال 88 مجلساً متخصصاً لمناقشة أهم التحديات والقضايا التي تواجه العالم، يعتبر أيضاً فرصة مثالية للتوصل إلى نتائج وتوصيات عملية سيتم مناقشتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعقد في دافوس في يناير من عام 2013، ومن ثم وضع آليات مناسبة للتنفيذ. صاحب السمو، السيدات والسادة، إن النخب السياسية والاقتصادية والفكرية في العالم اليوم بحاجة ماسة إلى تبادل الأفكار بشكل موضوعي وعلمي للتمكن من الوصول إلى حلول عملية لمواجهة التحديات التي تحول بين الدول والشعوب من جهة، وبين طموحاتها وازدهارها من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 4 عقود نهضة بشرية متميزة امتداداً لنهضتها الاقتصادية والعمرانية بالدولة، والتي أصبحت نموذجاً في بناء الإنسان وتزويده بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا، وتمكينه من المشاركة الاقتصادية الفاعلة في بناء مجتمع يسعى دائماً نحو التطور والبناء وفق قيمنا الإنسانية الأصيلة وتاريخنا الناصع الذي كان دائماً عنصراً للتحفيز والعطاء من أجل قدم مشرق واعد. إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي اتحاد قوي وراسخ بين 7 إمارات، توفر فرصاً للرخاء لا حصر لها في بيئة من الأمان والتسامح. فمن خلال اقتصادنا المفتوح نشجع الابتكار وريادة الأعمال والرخاء للجميع. فدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأولى في العالم العربي التي تملك اقتصاداً قائماً على المعرفة والابتكار، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي للعام 2012-2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً، وذلك للعام 6 على التوالي. كما أن اقتصادنا الوطني والمحلي يشهد نمواً متناوياً، وقد فاق الناتج المحلي الإجمالي لدينا في العام الماضي حدود 1 تريليون درهم تقريباً، وهو ما يساوي 276 مليار دولار، أي بنسبة نمو في هذه الظروف تجاوزت أكثر من 4%، وهي نسبة قابلة للتكرار هذا العام نظراً لسياسة الحكومة في تنويع الناتج الوطني ومصادر الدخل والاستثمار في المشاريع التنموية. ونقطة مهمة جداً، استطعنا أن نخفض أيضاً من مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30%. وتركز حكوماتنا أيضاً أو حكومتنا أيضاً على ضمان أفضل مستويات المعيشة وجودة الحياة لمواطنينا والمقيمين على أرض الدولة.
الذين ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية، حيث حلت الدولة في المركز الأول عربياً والثلاثين عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي للعام 2011، كذلك الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وقد حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها على يد مؤسسة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهم حكام الإمارات على المساهمة الفاعلة على المستوى الإقليمي والعالمي بتقديم كافة أشكال الدعم للدول والشعوب بهدف تخفيف المعاناة عنها وتمكينها من فتح آفاق اقتصادية جديدة، كذلك بناء علاقات وطيدة تساهم في بناء عالم يسعى للتعاون والوفاق لا عالم يسعى للحروب والصدام. إن الواقع الاقتصادي في العالم اليوم يحتم علينا أن نفكر ملياً وأن نراجع الكثير من الأفكار والتصورات التي لم تثبت نجاحاً في تحسين وضع الدول أو المساهمة في تخفيف معاناتها الاقتصادية، مما كان له نتائج سلبية كثيرة. لذلك إننا اليوم بحاجة إلى تحقيق شراكة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة، بين المنظمات الإقليمية الدولية والمنظمات المتخصصة في كل دولة، بهدف تضافر الجهود واتخاذ خطوات عملية جادة لإيجاد الحلول المناسبة والعمل على تطبيقها. لابد من العمل على تضييق الفجوة بين الدول الفقيرة والدول الغنية، لابد من إدراك خطر التنوع المناخي وأهمية الحفاظ على البيئة وتبني الاقتصاد الأخضر، لابد من إعطاء كل طفل في العالم الفرصة للتعلم في بيئة صحية واجتماعية سليمة إذا أردنا الوصول إلى عالم آمن ومتعاون يسوده القيم الإنسانية والتنافس والابتكار. فلا بد أن نحرص دائماً على تعليم أطفال العالم بأن الأمل هو مفتاح النجاح والإبداع. فلا بد أيضاً من زيادة الوعي لدى قطاع الأعمال بأن الحكومات ليست وحدها المعنية بالتطوير وتقديم الخدمات للمواطنين، فالمسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون إحدى أهم الآليات لتحسين أوضاع الشعوب للمساهمة في بناء قيم جديدة للعلاقة بين الشركات والمجتمعات. صاحب السمو الحضور الكريم، إن عالمنا اليوم يشهد تغيراً سريعاً على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن المهم جداً أن تكون هناك وقفة متأنية لدراسة هذه المتغيرات. وهنا يأتي دور المجالس 88 في هذه القمة لكي تقدم لنا أفضل التوصيات التي تساهم في بناء عالم يسعى إلى إنهاء الفقر والأمية والحرمان، ويسعى إلى بناء مجتمعات إنسانية مزدهرة بكل معنى الكلمة. إنني على ثقة بأن هذه القمة ستكون قمة مميزة بكافة المعايير، ونحن بدورنا نشكر جميع المشاركين ونتمنى إن شاء الله لكم كل التوفيق والنجاح، وأشكركم. Thank you, أشكرك صاحب المعالي وزير الوزير سلطان المنصوري. والآن أدعو صاحب المعالي السيد أنور القرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أيضا من أحد رؤساء هذه الجلسة الافتتاحية في قمة مجالس الأجندة العالمية. شكرا لك. ستكون كلمتي باللغة العربية، فأرجو أن تتحملوني وأرجو أن تستمعوا للترجمة. راشد المكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ولي عهد دبي. سعادة البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي. أصحاب السمو والمعالي، السيدات والسادة،
أرحب بكم هنا في دبي وتسعدني مشاركتكم في أعمال قمة مجالس الأجندة العالمية التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة للمرة الخامسة على التوالي. تنتهج دولة الإمارات سياسة مبنية على توثيق التعاون الدولي وتطوير الروابط، وتولي اهتماماً كبيراً بالعمل مع كافة الشركاء الدوليين بطريقة تتسم بالديناميكية لمواجهة التحديات المتجددة والمتنامية على الأجندة العالمية، ويتضح ذلك من خلال استضافتها للعديد من الملتقيات الدولية وأحداها هذه القمة التي تعد واحدة من أكبر الملتقيات الدولية لمناقشة القضايا المتعلقة بمستقبل التنمية والتطوير المستقبلي. تعتبر دولة الإمارات الموقع المثالي لاستضافة هذه القمة، حيث يعيش ويعمل فيها أناس من كل بقاع العالم بسلام، ويلتقي فيها الماضي بالحاضر في مزيج من العراقة والحداثة، ونفخر بإرثنا الثقافي وعاداتنا وتقاليدنا، والتي تحثنا على التسامح والتحاور مع الآخر، ونقدر الانفتاح على الحضارات والثقافات الأخرى، ونؤمن في دولة الإمارات بأن التعاون والتواصل والتحاور هي الحلول الفعالة لمعالجة التباينات والاختلافات وتقريب وجهات النظر بطريقة سلمية وبناءة. ويعد لقاءنا اليوم فرصة لتعزيز التعاون والرؤية المشتركة لغد أفضل، وإنني على يقين بأننا جميعاً نتطلع دائماً للتواجد في مثل هذه الفعاليات الدولية المهمة. يتضمن الإطار العام لمجالس الأجندة العالمية قضايا مختلفة ذات صلة بالحوارات القائمة اليوم حول مختلف السياسات، إلا أن الأهم من ذلك أن القضايا المثارة والمعالجة في مجالس الأجندة العالمية تشكل أداة لصياغة المستقبل على المستويين الوطني والدولي. إن القضية العالمية التي تتصدر اهتمامات الدول هي حالة الاقتصاد العالمي، حيث أن علامات الانتعاش الاقتصادي جلية في كافة المناطق، ولكن لم يتم استعادة الثقة الكاملة بالاقتصاد العالمي. فبالرغم من أن كل من أوروبا والولايات المتحدة ما زالت تعاني من تبعات الأزمة الاقتصادية، تبرز مناطق مثل دول الخليج العربي وأفريقيا وشرق آسيا كمحرك رئيسي لهذا الاقتصاد. إلا أن هذه المناطق كذلك لا تخلو من مخاوف اقتصادية، حيث تعد التحديات الاقتصادية مثل النقص في الموارد الطبيعية والبطالة بين الشباب بنود ذات أهمية كبرى على جدول الأعمال الاقتصادي الخاص بالاقتصادات الناشئة. وتساهم المجالس المختلفة في إبراز العديد من الأوضاع والتحديات الاقتصادية الراهنة والمطروحة على الأجندة العالمية، والتي تتراوح من قطاعات محدودة مثل الصرافة والأسواق المالية إلى المسائل التي تنطوي تحت الاقتصاد الكلي كالقدرة التنافسية والبطالة المنتشرة بين الشباب كما ذكرت. والأهم من ذلك أن تتطرق المحادثات والحوارات إلى آفاق الفرص المستقبلية، وإلى كيفية مساهمة السياسات الاقتصادية المتبعة اليوم في خلق هذه الفرص المستقبلية. أما المسألة الإقليمية التي تعد الأكثر إلحاحاً هي استمرار تداعيات الربيع العربي والحقائق الناتجة عنه، ففي حين أن نظم جديدة للحكم ما زالت في طور التشكل والتأسيس، فإنه من السابق لأوانه إجراء تقييم كامل لتداعيات ونتائج الثورات التي اجتاحت العالم العربي خلال العامين المنصرمين. وبالتوازي مع ذلك، فإن هناك بعض الأنظمة الناجحة والمستقرة والتي تعاني من وجود ضغوطات خارجية لتغيير منهجها ليوافق حماس الناشطين، الذي غالباً ما يرتبط بحماس لم تتجلى صورته ويغيب عنه النموذج المتزن الناجح. إن المجالس المختلفة تتعاون بكثب لتساهم أيضاً في تطوير أفضل الحلول للتحديات المطروحة على الأجندة العالمية، كمنع نشوب النزاعات ومستقبل الحوكمة
وقضايا إقليمية تخص أفريقيا والعالم العربي وأوروبا وغيرها من الأصقاع. وأيضا فإن هذه المجالس ستغتنم الفرص المتاحة في تحديد الاستجابات المستقبلية الفعالة. وتولي دولة الإمارات اهتماما كبيرا كذلك بالعمل المستمر الذي تقوم به مجالس الأجندة العالمية لزيادة مستوى الوعي بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وسيلتقي أعضاء من مجالس الأجندة العالمية المعنية بالشركات الإماراتية للتحاور حول هذه المسائل. وتشكل استضافتنا خلال هذه الفترة أيضاً لمنتدى الهيئات والمجموعات الدولية تفعيلاً لمبادرة جديدة ونقلة نوعية في المنطقة. سيداتي سادتي، على مدار اليومين القادمين سيناقش قادة المنظمات الإقليمية من كافة أنحاء العالم جدول الأعمال العالمي والتحديات المشتركة التي تواجه منظماتهم، وسيتبادلون وجهات النظر المتعلقة بأفضل السبل لمعالجة هذه التحديات. ونحن مسرورون لاستضافة الاجتماع الأول لمنتدى الهيئات والمجموعات الدولية هنا في دولة الإمارات، ويأتي ذلك السرور بسبب التزامنا العميق بتشكيل تحالفات عالمية وإقليمية لتعزيز مستوى التعاون والرفاهية لما يتجاوز حدودنا الجغرافية. ومن الممكن لكل من الحوكمة العالمية والتعاون أن يكون عجلة للتقدم والتطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، إلا أن التعاون الإقليمي والتعاون فيما بين الأقاليم يعد المحرك الأساسي والرئيسي. وأشجع جميع الحضور المشاركين في الجلسات القادمة إلى النظر في المسائل المطروحة بطريقة مبتكرة، حيث يعد المنتدى الاقتصادي العالمي منصة بارزة للتفكير الإبداعي العالمي لتقديم حلول مبتكرة ناتجة عن عمليات متعددة المراحل. ودبي هي المدينة التي تحفز الابتكار، وجميعنا يتطلع بشغف إلى ما سيخرج به المنتدى من مقترحات حول تحديد الأدوات المناسبة لمواجهة تحديات المستقبل. لكم جزيل الشكر على تواجدكم معنا اليوم في دولة الإمارات، ويسرني أن أرحب بكم مرة أخرى في قمة مجالس الأجندة العالمية ومنتدى الهيئات والمجموعات الدولية، وشكرا. Your Excellency, thank you very much. جزيل الشكر صاحب السعادة. اسمح لي أن أشدد على أهمية هذا الاجتماع الأول لقادة المنظمات الإقليمية، وأود أن أرحب بالقادة كل الترحيب، لأن العولمة والعولمة المستدامة يجب أن ترتكز على عمليات تعزيز العلاقات الإقليمية. يسرني الآن ويشرفني أن أعطي الكلمة إلى سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أصحاب السمو الشيوخ والمعالي والسعادة، الضيوف والحضور الكرام، يسرني أن أرحب بكم جميعاً مرة أخرى في قمة مجالس الأجندة العالمية، حيث تفتخر دبي باستضافتها مجدداً هذا العام، مؤكدين بذلك التزام الإمارة نحو تعزيز الحوار الذي من شأنه الوصول إلى مستقبل أفضل ومزدهر للعالم أجمع. وتؤكد استضافتنا للقمة الاعتراف العالمي لمكانة دبي وقدرتها على ربط مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بالحركة التجارية والاقتصادية الدولية اليوم. الحضور الكريم، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية، ما زالت دبي تحتفظ بحيويتها وموقعها الاستراتيجي باعتبارها واحدة من أفضل الأماكن للعيش ومزاولة الأعمال،
حيث قفزت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة 26 عالمياً ضمن 183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال للعام 2013 الصادر عن البنك الدولي مقارنة بالمرتبة 33 خلال العام الماضي، وتقدمت الدولة 24 مركزاً في مؤشر بدء الأعمال ليصل إلى المرتبة 22 مقارنة بالمرتبة 46 خلال العام المنصرم، محتلة بذلك المركز الأول على مستوى العالم العربي في هذا المؤشر. وقد قام البنك الدولي باعتماد إجراءات التسجيل والترخيص التجاري في إمارة دبي كمعيار لمؤشر بدء الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشكلت القطاعات الرئيسية في دبي والمتمثلة في التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية وجذب الاستثمارات والصادرات وإعادة الصادرات حجر الأساس في تصدر الإمارة مركزاً عالمياً متميزاً. وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد دبي سينمو بمعدل يفوق 4% خلال العام 2013. وأظهرت دبي قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، حيث تمكنت من جذب 113 شركة عالمية بمجمل 115 مشروع واستثمارات ورؤوس أموال أجنبية ممثلة في شراكات استراتيجية تصل قيمتها إلى 16 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. هذا ولا يزال القطاع السياحي أحد ركائز إمارة دبي، حيث ازداد عدد السياح في دبي بنسبة 10% وإيرادات الفنادق بمعدل 19% خلال النصف الأول من عام 2012. وزار الإمارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 5 ملايين سائح، ومن المتوقع أن تستقبل دبي مثلهم في النصف الثاني من العام الجاري. وزادت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنسبة تقارب 14% في النصف الأول من العام 2012، ومن المتوقع أن يستقبل المطار ما يزيد عن 75 مليون راكب بحلول عام 2015. كما تركز إمارة دبي على بناء المرافق المدنية وتطوير النقل المستدام والاتصالات وتقوية البنية التحتية بأفضل المقاييس العالمية، مع ضبط ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة وتقليل مستوى الإنفاق. ومكنت إعادة الهيكلة الناجحة للكيانات المملوكة وذات الصلة بحكومة دبي من رفع كفاءة سداد الديون وإدارة الأموال العامة، محافظة في الوقت ذاته على استدامة التنمية. الحضور الكريم، يبنى نموذج دبي على التميز والتنمية وعلى الطموح والرؤية الحكيمة الهادفة إلى خلق مدينة حديثة قادرة على التنافسية الدولية، حيث تكمن قوتنا في احتضان المشاريع وإتاحة الفرص أمام الشركات من كافة الأحجام لمزاولة أعمالها وأنشطتها، بالإضافة إلى تقديم الأفضل للأفراد الذين يختارون دبي مكاناً للإقامة فيها. يحضرني هنا مبادرة اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مطلع العام الجاري، حيث وصفها سموه بأنها برهان عملي على التزام الدولة بتنويع مصادر الطاقة، وكذلك بالحفاظ على البيئة والاطلاع بدور محوري كمركز رائد لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء. كما لم تغفل دبي في خضم نموها الاقتصادي عن العطاء من خلال مبادرات مستدامة لاقت اهتمام العالم أجمع، فقد تمكنت مبادرة دبي العطاء والتي أطلقها سموه من تحسين ظروف أكثر من 7 ملايين طفل في 28 بلداً نامياً وتوفير التعليم الأساسي لهم. وفي هذا السياق تم اختيار دبي العطاء للانضمام إلى المبادرة العالمية التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون تحت عنوان التعليم أولاً، وهي مبادرة تهدف إلى منح جميع الأطفال فرصة الحصول على مستوى ملائم من التعليم. الضيوف الكرام، نتطلع اليوم إلى الاستفادة من التبادل الفكري والحواري لصانع القرار والسياسات والمخططين في مجال التنمية من مختلف بقاع العالم للتأكيد على دورنا وقدرتنا في بناء مستقبل أفضل لمنطقتنا والعالم. أتمنى كل النجاح لقمة مجالس الأنجلة العالمية، وأشكركم جميعاً على التواجد الكريم، وأتمنى لكم إقامة طيبة في دبي. Thank you, Your Excellency. المعالي
أشكركم أصحاب المعالي. بهذا نختتم الجلسة الافتتاحية، وسنعود في الساعة الثانية للاجتماع في الجلسة الأولى حول الحوكمة العالمية. شكرا لكم.